مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن شيء غريب بيصير معنا كلنا، شيء بسيط وما بيدوم بس ممكن يزعجنا ويحرجنا احيانا. راح نحكي عن الزغطة او الحازوقة، هي التشنجات اللي بتصير بعضلة الحجاب الحاجز من دون ما نحس. شو بيعملها وكيف فينا نتخلص منها؟ راح نكتشف سوا اسباب الزغطة من عاداتنا اليومية لامراض ممكن تكون سببها. مش بس رح نفهم ليش بتصير الزغطة، كمان رح نتعلم كيف نتعامل معها ونحمي حالنا منها. جاهزين لنغوص في عالم الزغطة؟ يلا نبدأ! تخيلوا حدا قاعد عم ياكل بسرعة كبيرة، كأنه في سباق مع الزمن، ما بيهتم بوقته ولا بطريقة أكله، وكأنه ما عنده وقت كافي، بيمضغ بسرعة وبيبلع الأكل كأنه آخر مرة رح ياكل فيها، وكأنه ما رح يشوف الأكل مرة تانية، وبيتتنفس بسرعة كأنه عم يركض في ماراثون، ما بيعطي نفسه فرصة ياخذ نفس. بتعرفوا أنه هذا الشخص معرض للإصابة بالزغطة، الزغطة اللي بتجي فجأة وبتزعجنا. لما ناكل بسرعة بنبلع مع الأكل كمية كبيرة من الهواء، وهالشي بيصير بدون ما نحس، وهذا الهواء بيروح على المعدة مباشرة. المعدة بتتمدد بسبب الهواء وبتضغط على الحجاب الحاجز، وهذا الشيء بيسبب الزغطة، وهون بتبدأ رحلة الزغطة المزعجة. لا هيك، لازم نأكل بهدوء ونعطي نفسنا وقت كافي للاستمتاع بالأكل، ونمضغ الأكل كويس قبل ما نبلعه، لأنه عملية المضغ الجيدة بتساعد على الهضم، لأنه هذا الشيء ما بيساعد بس على الهضم، كمان بيحمينا من الزغطة وبيخلي عملية الأكل الأكثر متعة. تذكروا دايماً، الأكل مو سباق، بل هو وقت للاستمتاع والراحة، بل هو نعمة من الله لازم نستمتع فيها ونحافظ على صحتنا. الأكل ببطء مش بس بيحسن صحتنا، كمان بيخلينا نستمتع بكل لقمة. الأكل بكثرة من العادات السيئة اللي بتأثر على صحتنا، مو بس بتعمل سمنة وأمراض قلب، كمان ممكن تعمل زغطة. لما ناكل كتير وخصوصاً الأكل الدسم أو الحار، منعرض جسمنا لضغط كبير، المعدة بتحتاج وقت لهضم الأكل، ولما نملاها كتير منعطل عملية الهضم وبنتعبها. المعدة بتتمدد كتير وبتضغط على الحجاب الحاجز، وهون بتبدأ نوبات الزغطة. لهيك لازم ناكل باعتدال ونركز على نوعية الأكل أكتر من كميته. تذكروا دايماً، المعدة مو مستودع، بل هي عضو مهم لازم نهتم فيه ليساعدنا. صار معكم تشربوا شي بارد كتير وبعدها تجيكم زغطة فجأة؟ يمكن تكونوا قاعدين في يوم حار وقررتوا تشربوا شي بارد لتبردوا حالكم، وفجأة تجيكم زغطة مزعجة. أو يمكن صار هذا الشي بعد ما أكلتوا شي حار كتير. يمكن تكونوا في مطعم وطلبوا طبق حار، وبعد أول لقمة تحسوا بحرارة شديدة وبعدها تجيكم زغطة. إذا الجواب نعم، فأنت مو لحالك. كتير من الناس بيواجهوا نفس المشكلة وبيحسوا بالزغطة بعد شرب أو أكل شيء بدرجة حرارة متطرفة. التغيير المفاجئ في درجة حرارة المعدة من الأسباب اللي ممكن تعمل تهيج للحجاب الحاجز وتعمل زغطة. المعدة عضو حساس، وأي تغيير مفاجئ بدرجة حرارتها ممكن يسبب تشنجات. لما نشرب شيء بارد كتير أو حار كتير، منصدم المعدة ومنغير حرارتها فجأة، وهذا الشيء بيعمل تشنج بعضلاتها وبيعمل زغطة. التشنجات هي اللي بتسبب الزغطة اللي بنحس فيها. لهيك لازم نتجنب شرب الأشياء الباردة كتير أو الحارة كتير، ونحاول نختار مشروبات بدرجة حرارة معتدلة، ونركز على المشروبات اللي حرارتها معتدلة. المشروبات المعتدلة بتساعد المعدة تشتغل بشكل طبيعي بدون ما تسبب أي تهيج. تذكروا دايماً، المعدة مو ثلاجة أو فرن، بل هي عضو حساس بيحتاج حرارة معتدلة ليعمل بشكل صحيح. حافظوا على صحتها بتجنب التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة. بتجيكم الزغطة لما تكونوا متوترين أو خايفين. هل لاحظتوا كيف جسمكم بيتفاعل مع مشاعركم؟ أو يمكن لما تضحكوا كتير؟ الضحك الشديد ممكن يسبب تشنجات في الحجاب الحاجز. إذا الجواب نعم، فأنت مو لحالك،
كثير من الناس بيحسوا بنفس الشيء. المشاعر القوية من الأسباب اللي ممكن تعمل زغطة، سواء كانت مشاعر إيجابية أو سلبية، لأنه العلاقة بين العقل والجسم قوية كتير، وكل شعور بنحسه بينعكس على جسمنا بشكل أو بآخر، وحالتنا النفسية بتأثر على عمل جسمنا. لما نكون متوترين، جسمنا بيستجيب بطرق مختلفة. لما نكون متوترين أو خايفين، جسمنا بيفرز هرمونات التوتر اللي بتأثر على عمل الجهاز الهضمي، ومن ضمنه الحجاب الحاجز، وهذا الشيء ممكن يعمل زغطة. الزغطة هي نتيجة لتشنجات لا إرادية في الحجاب الحاجز. كمان الضحك كتير ممكن يعمل تشنجات لا إرادية في الحجاب الحاجز ويعمل زغطة. لهيك لازم نتحكم بمشاعرنا ونتعلم كيف نخفف من تأثيرها على جسمنا، ونتعلم تمارين استرخاء وتنفس عميق لنخفف التوتر والقلق. تمارين التنفس العميق بتساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر. تذكروا دايماً، العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة والأكل الصحي بيساعدوا في الحفاظ على توازننا النفسي والجسدي، والحفاظ على صحتنا النفسية بيساعد كتير في الحفاظ على صحتنا الجسدية. الاسترخاء والتأمل بيساعدوا في تحقيق السلام الداخلي. في النهاية تذكروا أن مشاعرنا جزء لا يتجزأ من حياتنا، والتعامل معها بشكل صحيح بيساعدنا نعيش حياة أفضل وأكثر صحة. بتجيكم الزغطة بعد ما تمضغوا عالكة أو تشربوا مشروبات غازية؟ إذا جواب نعم، فأنت مو لحالك. بلع الهواء بكثرة من الأسباب الرئيسية للزغطة، لأنه لما نمضغ عالكة أو نشرب مشروبات غازية بنبلع معها كمية كبيرة من الهواء. هذا الهواء بيتجمع في المعدة وبضغط على الحجاب الحاجز، وهذا الشيء بيهيج الحجاب الحاجز ويعمل زغطة. لهيك لازم نقلل من مضغ العلكة وشرب المشروبات الغازية، ونركز على المشروبات الطبيعية مثل الماء والعصائر الطازجة. تذكروا دايماً، الهواء ضروري للحياة، بس الإكثار منه ممكن يسبب لنا إزعاج وإحراج. أحياناً الزغطة بتكون مجرد عرض لمشكلة صحية أكبر، مثل مشاكل في الجهاز الهضمي. مثلاً بعض الناس بتجيلهم الزغطة بسبب ارتجاع المريء، وهي حالة بتصير لما حمض المعدة بيرجع للمريء. كمان الزغطة ممكن تكون من أعراض التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو حتى سرطان المعدة، لا سمح الله. لهيك لازم نراجع الطبيب إذا الزغطة استمرت أو تكررت كتير، أو صار معها أعراض تانية مثل ألم في الصدر أو صعوبة في البلع أو نقصان في الوزن. تذكروا دايماً، الوقاية خير من العلاج، واكتشاف أي مشكلة صحية من وقت مبكر بيساعد في علاجها بشكل أفضل. في الختام، لازم نعرف إنه الزغطة في أغلب الأحيان مو شيء خطير، وفينا نتخلص منها بسهولة من خلال بعض الأمور البسيطة. بس إذا الزغطة استمرت لفترة طويلة، لازم نراجع الطبيب ليعرف شو السبب ويعطينا العلاج المناسب. شكراً لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.